زين اليوم براويكم صناعة البخور. البخور زمن أول غير، والحين غير. الحين طورناه، حطينا من دهن العود، وهو تخليطه الأولية هو، لكن الحين طورناه بالعود وبالعطر الزين، عطر الكمبودي وعطر هذا البخور الحين الزين، ما التبع العرايس وما التبع هذا كل شيء، لأنه ما أسوي شبه هذا الشكر. الشكر ما نكثر منه وايد، نحطه بس هذا قفشتين الشكر بس، ما نسوي شكر وايد. حتى زمن أول يقول يطفى البخور ليه سوى الضوء طفى، ونحط المسك منه، هذا المسك، هذا الشكر المطحون، وهذا المسك المطحون، يجيب مسك من العطار اقبار ونطحنه، روحنا نكسره ونطحنه ونسوي هذا المسك، وبعدين نضيف عليه هذا العود خاص ليه، ما سحالة عود زمن أول هذا سحالة العود نجيبها من العطار ونحطيها على الضوء، ونحط فيها ماي، نحط فيها شكر، نحط فيها مسك، نحط فيها العنبر ونحطيها على الضوء، تطبخ لين تصير سودة. مصور سودة هتينا لها صيانة وحطيناها بالشمس لين تنشف 4 أيام، ال4 أيام حطيناها بطش عود، وهتينا لها دهن الورد، ورشينا عليها دهن الورد ودهن العنبر، وحطيناها خمرناها داخل لين مدة 3 أيام، نرد نحطيها بقواطي. هذا عقم الطبيخة نسميه بخور الطبيخة. هذا الحين لا، ما طبيخة، الحين كل شيء زاهد بمكانها. هذا العود، العود عما قفشة وقفشتين، 3-4 قفشات تسوي فيه. هذا العود نقلبه لين يختلط بعضه بعض، هو ويا الشكر والمسك ولا، وبعدين نضيف عليه العطر. نضيف عليه العطر على هذا الشيء، خلاص بنخلص هكا اختلط. هتينا لي العطر، حطينا العطر، هذا العطر من الزين، يمسك ريحة بالملابس، ما يخوز ريحة البخور، يصير شوية ويروح، لا 3 أيام يتم بالهاك بالملابس، كان ملابس وكان ببيت وكان هاي، 3 أيام يتم العطر. هذا العطر الزين نجيبه من والبار، نجيب من العطار، نجيب من هذا. الحين لا، ندور العطورات الزين، مسوب أجمل، مسوب هذا، نرقط العطورات زين حتى يمشي سلعتنا، ما نخلي سلعتنا يكون طايحة، لازم نمشيها بكل شيء. هذا نخلطها خلطة زينها، هاي الحين مخلوط من كل شيء. أول بار كان زمن أول نتعب فيه، حطي على الضوء ساعتين 3 لين يستوي البخور أسود، وهذا هو المسك والعنبر ويختلط. الحين لا، هتينا كل شيء ذاهب فيه وسوينا، الحين أصنع الشيء وأسرع، الحين ذهب وتبخر، ما يبى شيء، الحين من الذهب وتبخر فيه. هذا ماله يا أخي، هذا العنبر غالي، والبر نشتري شوية أرخص، الحين لا، الحين ما في شيء رخيص، الحين كله بالآلاف وبالهاي. يوم السيت بسوي بخور لازم على 2000 و3000 وثلاث، نمسك الشيء. هذا العنبر، العنبر ما نكثر فيه وايد، حد يبى عنبر وايد، حد يبى ما يبى عنبر وايد، نسويه على قيس الهياكة. هذا شوف البخور.
هاي تبغى سايل سوا، تبغى ناشف سوا على هذا البخور. لذا نسوي منه 40-50 حبة من هذا القواطي. ما نسوي يوم، نسوي يوم واحدة، ما نجلس كل يوم نخلط ولا شيء. زهبنا لين كم من يوم، شهر شهرين خلص شلوت الهاي الحمد لله. ولا البخور هذاك تعب مال الأول، هذاك بخور العروس غير، بخور العروس غير. نسوي لين نخلط بروحه ونخمره 3-4 أيام داخل حفرة، ونسوي فيه المسك والعنبر والهذا نخلطه فيه. ولا الحين لا، ومال الذي مال البخور مال البيت مع هاك روحه عادي، بعد عادي نسوي، بس نطبخ الهايك سحالة العود ولا شرينا بالشمس. يوم يبس خمرنا حطينا بعد فيه الهاك وش دهن الورد، دهن الورد الزين رشينا عليه بعد وخمرنا. لكن هذا لا، هذا الحين أروح لينا خلطنا من كل شيء. تبع الحرمة لها 20-30 حرمة تبي تبيع، حطينا لها اترموحته. قالت هي زين هذا، مسكنا لها عليه على هذا البخور. ها ما يطفي الضوء ولا شيء، بس روحه يبخر، روحه تم يعطرس روح المدخل. يوم مختمر غير، ويوم توم سواي غير، ما واحد عاد. المكانات الحرمة التي تبغى تشتري شرت ليها ولربيعتها ولين صديقتها ولين لكل شيء. هذا الذي هو البخور، ما نجلس هناك. قل له هذاك لا، هذاك تعب ومره، لأن ندور بنور تحته حطب، ما نسوي تحته غاز ولا شيء، لازم حطب. حطب ينضي وزين لين ينضي ولين، ونحطيه بصيانه ونحطيه بهذا عبوله وراه. بعدين هتينا المسك وضرينا عليه، بعدين هتينا الشيء هذا الحين اروح لينا. ايام قبل دهن ورد، العنبر السايل، دهن العود، دهن المسك، كل شيء اللي عطورات مال الاول، عطورات الاول ما تبور، الحين كلها نصها نصها مزيغه. ولا مال الاول وايد احسن، ما تبور ولا شيء. هذا العطورات هي الذي نسويها، ما نعملها هنا. الحين قمنا رحنا نسوي عطورات نخلط، ينعرف العطورات ليه من هاتيت العطر بتشوفيه من فوق مثل الماي، وتحت اللي ساكع هذا الذي مغشوش. ولا العطر هو عطر. الحين نستخدم العنبر، العنبر الغالي. نستخدم العود، أول بار سحالة عود عادية، الحين لا، عود مطحون خاص للبخور. نستخدم ليه العود، العود السايل، العود مال التعطر بغير، عود السايل مال البخور غير. عقب ما سكرنا حطينا بقواطي وشياه رشينا عليه واختمر هو وياه. نشتري هاك العطر الزين مثل لما أول بار نشتري بلف، الحين نشتري 3,000-4,000 لين نوصل للبخور نسوي. ولا أول بار بلف تجيبه مثل عود عادي والهاي عادي وكل شيء عادي. الحين لا، الحين خلفوه كل شيء ما شاء الله، خلفوه الحين العطورات الزينة والشيء الزين. لو بغيت عند العطار كل شيء هاك حط ليش أشكال القبل. عقب ما نطبخه على الضوء ونعابله وهذا ونسويه ونستوي أسود، عم مطبوخ بالعنبر ومطبوخ بالمسك ومطبوخ بدهن الورد، مطبوخ كله عقب الهاك. الشكر ما نحطيه وياه، أنه يابس، يصير يابس يوم تسويه،
لكن بعدين الشكر مسيلينه بروحه، طابخينه بماي ونكبه عليه، إذا حطيناه كذا يتماسك بعضه بعض. واليوم نحطيه كذا بماي وطبخناه وياه وهذا سويناه، شريناه عاد بصيانة يمنع عاد هذا المسك، ضريناه على الصيانة كلها، روحنا صينيتين ثلاث، يوم تم 4-5 أيام هتينا ليه طشعون، قلعنا هذاك من الصيانة وحطيناه، وهتينا دهن الورد الزين والعنبر ورشينا عليه، رشينا عليه يوم تدخل البيت تشوف ريحته وين توصل، تقول يوم هاي ما شاء الله فلانة مسوية بخور، هذه الحرمة مسوية بخور، هي صارت هاي كسرت شيء، هاي كسرت شيء، هاي كسرت شيء، هذا تخبر بيعتها، هاي تخبر بيعتها. تعلمنا من امهاتنا من يوم بعد النصغر، عندنا تونا متزوجين. الام لازم تعلم البنت من يوم بعد انها ما توها تزوج. تقول لابوي يوم بتصير بيت ريلش لازم تكدي عليه، تسوي له بخور، تخيطي كندوره، تخيطي له ثوبش، تخيطي كل شيء تسويه انت بروحش. ولا كذا تزوج ما بيودي على الهاك، لازم انت تساعدي. لازم نساعده بكل شيء، سوينا وراء البراقع، سوينا وراء الخياطة، سوينا وراء البخور. الريال لو كان ذيك اليوم معاشهم يوم يشتغلوا ولا 100 ولا 150 زمن أول، لكن الحين ما شاء الله تطوروا كل شيء الحمد لله، الله يخلي الحكومة ماشي قصور. لا الما يشتغل مسيل له لجنة وديوان، والذي يشتغل الحرمة مساعودة، معطايا مساعدة، معطايا شيء، الحمد لله كل شيء الحين تطور. تجيبي لي بعد هاي وشو اللي سووا بضاعة، هاي ورد بعد طبخي وياه يغني بعد ريحته حلو، هذا نسميها الطبيخة. طبيخة عاد تخلطيه من الورد من العنبر من المسك من هذا وتحطيه والسكرة عليه بقدره. كان زمن أول بخور العروس غير مخمور روحه بروحها، ومال كل واحد بنوعه. والحين العطور تنوعت، العطور الحين تنوعت من كل عطار يبيع بخور، كل عطار يبيع دخون غير، هذاك يختار عطر غير، ما واحد ما بخوري انا وبخوري شنتي وبخور هاك، لا صار يشتروا من العطر هذا، قال زين صاروا يشتروا، هذاك سوى غير، هذا سوى غير، هذا سوى غير، ما يسوى واحد، هي سوى غير. لكن عاد عندي الخلطات تختلف الخلطات ما بينهم، حد يخلط فيه مسك أكثر، حد شوية، حد يخلط فيه عنبر أكثر، حد ما يبقى عنبر، هذا الذي يخلطه فيه، ولا هذا اللي البخور هو واحد ريحته، لكن منوع كل شيء بعطره، كل حد بعطره، كل حد بعطره يسوه. أنا لا، أنا من قمت أسوي البخور كله عطر أجمل، ما أخذ مكان. من كان مسك، من كان هذا عطر، وكان عنبر، كله من عند أجمل. العروس روحه خاص، مش أنا مزيد أكثر عطورات، وبخور الثاني غير عادي، الذي مال بخور البيت غير بخور البيت، سوالي بخور روحه خاص، بخور الذي بيوش ناس ولا هاي بعد مخمر بعد غير محطاي بالدهن العود وبالهذا محطاي حتى يوم يصير ما شاء الله والله دخلنا بيت فلانة ذاك البخور وذاك الشيء وذاك لا مدخنتنه. والعروس لها خاص، العروس أماشي حطاي لها بصندوقها بروحها مخدر. زمن أول هنا غير بخور الذي الحين هذا سويتيه، يالسا عندي شيارتش قسمت لها شوية، عطيت لها يارت الشاي، عطيت لها يارت الشاي، صبحت هايك متبخرة ومتبخرة. ولا الحين لا، يسووا يبيعوا بالسواق، يبيعوا بالمكانات، حطوا بالتليفونات. اليوم حرمة مسوية بخور، قال يلا عاد اتصلوا لها،
طرشت لهم البخور كذا ثمنه كذا ثمنه. حد مثل هاي مثل المكانات يبيعوا على 250 وعلى 100 وعلى 150، ما واحد. انا بقول ليش انا بابو ظبي ابيعوا ب 100 هاي، وهنا عند صدقانه وهاي 80، انا اقسم ال 20 ما اخليهم يتهاك. لازم الذي يشتري عندي شو اللي هاي لازم تنزليه. زمان اول نستخدم دهن الورد، نستخدم هاي العطر هاي شمطري، نستخدم المخمرية، نستخدم الزعفران، هذا الذي نستخدمه. يقول هذا الزعفران المر على الخدود الرضوف، ما روما شهد غالي لما يحضر ويشوف، من زود ريحة الزعفران على الراس تفوح. الزعفران يسوي الريحة حلوة. يوم مشطوا البنت بالياس والهاي هاتوا لها يوم العروس، مشطوها بالياس والزين لها، هاتوا الزعفران ولخوا على الهاك تمريحته 3 أيام الراس ما يخذ ريحته، تم بنن الريحة. لو الواحد يصبح وهاي ما يبور. العطر سموا عاد زعفران المري، حطوا عليه شوية ماي ولا ماي ورد ومغوا فيه وحطوا على الراس. الورد يخمروه وسووا معطر وسووا هذا وحطوا فيه شوية كركمة وحطوا فيه هذا واستعملوا في الجسم. ولين العروس، للعروس يحطوا كركم ويحطوا هاي الحل الزين الهاك الزين، يحطوا بعد هاي الكركم كل شيء الذي يسووا فيه، وفركوا هالحرم العروس عند العرس حتى تصير بيضة، حتى تصير زين جسمها يصير زين وهذا، والبار يمكن هاك يفرقوها وهاي. الحمد لله حطوها زين ويوم غاية الهاك عاد نظفوها وسبحوها وحنوها وهذا، وتسوي لها راسها هاك الزعفران والياس والشي، وعدلوها الحرمة بس خلاص الحمد لله. كان زمان أول نجمع بيت نتقوى هاي بقهوته وهاي بقهوته، مغيت لهم في الناس زعفران عطيتهم تعطروا، حطيت لهم بخور تبخروا، حطيت تقهويوا وتامس لهتين مال بدل الأول. وين اليوم ريلش رايح النخل، وين ريلش اليوم ساير البحر الضغوة، وين ريلش يترمسوا اليوم باكر والدي بعد الأسبوع هاي بيعرس، بنتي الأسبوع هاي بتعرس، اهت أخبار منه ومنه كلام وتوالفوا عليه، يظهر من هاي الكلمة ومن هاي الكلمة ومن هاي الكلمة كل شيء يصير عليهم. ما يلساك ما يعرفها لا هاي التلفزيونات ولا أول ولا تالي والشاي مسلسل ولا هاي، لا الحين لا غير ولا زمن الحين ما هاي تظهر على هاي. لو اختش لو بتم شهر ما بتدخل عليش، ولا زمن أول لو عسايرتي من بعيد عنديش، لأنه عارفين أعمارهم يتقهويوا وياكلوا ويتريقوا وهذا، ويصيروا كل واحد مكانه خدمتهم ما في شغاغيل لا بالبيت روحوا. وتواصل المكان اليوم سويت غدا، اليوم انت سويت عيش، قالت له اليوم انا عايبه اسوي المرق، سويت المرق هذيك شويه وهاي شويه وهاي شويه، وانت مسويه عيش وهاي مسويه خبز وهاي، كل واحد هاي يتبادلوا الاكل. كما الحين سوينا منه كلنا ما كلنا ودوا الدرام. ولا زمن اول ما يطيح شيء، الخير متبارك بكل شيء الحمد لله الخير موجود. هذا تربي ولد هاي وهاي تربي ولد هاي، انتي صرت النخل البستان ولا شيء، هذا معينة على ولدش، هاي طابخة ليش، هاي خامة ليش البيت، ويوم يصير الحين ما ماشي الحين لو بتسوي ماشي الا كان قدامه تخدمش. ولا زمن اول كل شيء متواصين، الحرمة تربي ما تندل بالبيت وايش فيه، يا ريتها شالتنها مسوية لها كل شيء، طابخة لها وهذا وميودة ولدها وميودة كل شيء. ولا الحين ماشي، انا بقول لكم يا رب تخلي لنا الحين حكومتنا وسانا ما علينا قصور، المعاشية للبيت والميرية للبيت ماشي قصور الله يخليهم. والحمد لله رب العالمين الحين مرتاحين ويالسين، لا شغل ولا مشغلة الحين جالسين. ولا أول زمن خدم منا وكل منا، ليه ما خدمت؟ يقول زمن لو خدم بالشمس وكل بالضلة ارتاح، والبار بالشمس تتعب، ويوم رديت الضلة مرتاح وكليت ونمت، هذا مال زمان أول. Thank you.
Thank you.